مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنتابع في هذه الحلقة تفاصيل العملية الإرهابية التي ضربت مدينة المكلا اليوم، دلالاتها وتداعياتها على عملية إعادة تطبيع الحياة في المدينة. إذن مشاهدين، الإرهاب يضرب حضرموت مجدداً، مقتل 6 جنود وإصابة 18 آخرين بانفجار سيارتين مفخختين استهدفتا نقطتي تفتيش للجيش في مدينة المكلا. المنطقة العسكرية الثانية في بيان لها قالت إن قوات الأمن تصدت للسيارتين ومنعتهما من اجتياز الحاجز الأمني في تلك النقاط، ما أدى إلى انفجارها بالقرب أو انفجار السيارتين بالقرب من الحاجزين الأمنيين. العملية الإرهابية الجديدة رغم ما يبدو من فشلها في تحقيق أهدافها، والتي كانت على الأرجح أهدافاً مدنية ومصالح حكومية داخل المكلا، تعيد إلى الأذهان التهديدات الإرهابية التي لا تزال تكتنف عملية إعادة تطبيع الحياة في المدينة عقب تحريرها من تنظيم القاعدة قبل أشهر. تفاصيل العملية الإرهابية في المكلا والإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات الأمنية في المحافظة وأثرها على تطبيع الحياة في المدينة عقب طرد التنظيم منها ستكون محور نقاشنا هذا المساء، لكن مشاهدينا بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. ببطء يسير تطبيع الحياة في حضرموت، وكلما تقدمت مسيرة الاستقرار في هذه المدينة عادت الأحداث الأمنية التي عودها إلى نقطة الخطورة التي تحدث عنها محافظ المحافظة في اجتماع مع القيادة المحلية مطلع الأسبوع، خصص لمناقشة طرق مواجهة الأعمال الإرهابية مجتمعيا. حادثتان منفصلتان شهدهما صباح المكلا أعادتا إلى الأذهان سلسلة الهجمات المتلاحقة في المدينة والتي تتشابه في الأدوات المستخدمة، حيث تمت جميعها عبر وسائل نقل وتستهدف تجمعات ونقاط عسكرية، لكن أثرها يطال المدنيين ويضرب استقرار المدينة التي حققت تقدما ملحوظا إذا ما قورنت بمدن أخرى تجمعت فيها عوامل الانهيار السريع. ورغم الحملات الأمنية التي عثرت على كميات كبيرة من المتفجرات وأجهزة التحكم بها وتدمير مخازن مكتظة بالسلاح المكدس من قبل تنظيمات إرهابية، إلا أن الأخطار لم تزل قائمة، وأكبر مشافي المدينة ما زال يجمع الكثير من الضحايا القادمين من مناطق مختلفة في المحافظة، والذين يصلون في حالات حرجة يصعب إنقاذها. ففي الوقت الذي لم يغادر جميع مصابي الأحداث السابقة المشفى حتى حل جوارهم، مصابون جدد يكبر معهم جرح المحافظة الأكثر هدوءا كما توصف. إذن مشاهدينا، للحديث حول هذا الموضوع سينضم إلينا الآن من المكلا الصحفي عبد الرحمن بن عطية. سيد عبد الرحمن، مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا أخي سيد عبد الرحمن. بداية نبدأ من تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفت بعض النقاط الأمنية في مدينة المكلا. نعم، صباح اليوم استيقظ سكان المدينة على أصوات الانفجارات على المداخل الغربية للمدينة. نقطتين عسكريتين كانتا تحكم السيطرة على مدينة المكلا، وكانت طوق حماية بالنسبة للمدينة من أي عمليات إرهابية قادمة من الغرب باتجاه محافظة شبوة وغيرها من المحافظات. نعم. هاتين النقطتين تم استهدافهما صباح اليوم بشاحنة كانت مليئة بالذخائر والمتفجرات والعبوات الناسفة. نعم. اطلعنا على بعض المشاهد من تلك المنطقة، حيث تم تدمير النقطة بشكل كامل ومسحها بالنسبة لنقطة طروم. بلغ عدد الجرحى حوالي أكثر من 5 قتلى من جنود قوات الجيش. أيضا في تلك اللحظات كان يمر بجوار النقطة طق باص يعني يحمل ركاب على متنه متوجهين إلى خارج المحافظة. نعم. فلقوا 3 منهم مصرعهم في تلك اللحظات أثناء مرورهم بجوار النقطة. نعم، لكن سيد عبد الرحمن، العملية الإرهابية التي استهدفت النقاط اليوم، يعني كان الهدف من هذه العملية هو استهداف نقاط الجيش أم أنها كانت متوجهة إلى مكان محدد؟ نعم. وتم كشف هذه السيارات من ثم انفجرت في نقاط الجيش.
نعم، في الحقيقة أكد بعض مصادر عسكرية من مدينة في جيرة المنطقة العسكرية الثانية أكدوا هذه النقطة بالتحديد، أن السيارات اللي كانت داخل المدينة هي كانت متوجهة إلى قلب المدينة واستهداف مناطق عسكرية داخل المدينة ليس في خارجها. الجنود في النقطة العسكرية بدورهم قاموا بكشف هذه السيارات المطخة وتم تجنيبها قبل الانفجار، اي ان الجنود تم يعني كشفوا السيارات المطخه قبل انفجارها، ومن ثم بعد ان تم تطويق حسب شهود عيان في تلك المنطقه تم تطويق المنطقه تطويق السيارات بالجنود، ومن ثم انفجرت السياره في تلك اللحظات. نعم، لكن من اين كانت قادمه هذه السياره؟ هل من ضواحي مدينه حضرموت ام من مكان اخر؟ في الحقيقة السيارة كانت متوجهة من خارج المحافظة حسب ما أوردت السلطة المحلية في بيانها، أن الإجراءات لا زالت قائمة في هذا الصدد، هناك تحقيقات مستمرة إلى هذه اللحظات. بيان السلطة المحلية كان واضحا بخصوص هذا الأمر، اتهم جماعة تنظيم القاعدة حسب بيان السلطة المحلية. أيضا هناك عمليات إجراءات تفتيش تخوضها مدينة المقلة في هذه اللحظات، هناك إجراءات مشددة تشهدها المدينة في هذه الساعات منذ صباح اليوم وحتى مساء هذا الليل. نعم، بما يخص التنظيم، هل تبنى هذه العملية حتى اللحظة؟ بالنسبة للتنظيم في بيان في موقعهم الرسمي لم يصدر أي تبني حتى اللحظات، وإنما حسب بيان السلطة المحلية الذي أشار إلى أن هؤلاء جماعات إرهابية متشددة قامت بهذه العملية. ماذا عن الإجراءات الأمنية في المنطقة المحيطة بمكان العمليات؟ يعني ماذا فعلت السلطات الأمنية عقب هذه الحادثة؟ طبعا هناك طوق أمني كبير على المنطقة بعد عملية التفجير التي حصلت صباح اليوم، هناك أيضا تشديد أمني وحتى حدثت إخلاء للسكان في بعض المناطق لكن بشكل بسيط جدا. المناطق التي في جوار النقطة هي النقطة خارج مدينة المكلا، طبعا بجوار مديرية بروم، يعني هي تبعد يعني حوالي 30 كيلو أو شيء عن المدينة. هناك إجراءات أمنية زي ما ذكرت أشرت سابقا مكثفة في المدينة، تشديدات في جميع النواحي، هناك أيضا سيارات إسعاف تنقل بعض الجرحى في بعض المستشفيات الموجودين الذي بلغ عددهم أكثر من 37 جريحا حتى هذه اللحظات. نعم، في شكل عام يعني مدينة المكلا قبل يعني قبل في منتصف شهر رمضان تعرضت لتفجيرات إرهابية، وأيضا يعني الوضع الأمني، إذا ما سألناك يعني كيف تقيم الوضع الأمني في المدينة خلال الثلاثة الأشهر ما بعد تحريرها أو ما بعد تحرير المدينة من سيطرة التنظيم من قبل التحالف؟ فعلا أخي العزيز، مدينة المكلا شهدت حالة من الاستقرار الأمني بشكل كبير جدا، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها في نهاية رمضان الشهر الماضي. هناك يعني استقرار أمني كبير داخل المدينة، هناك أيضا استقرار خدماتي، هناك جهود كبيرة تبذلها السلطات المحلية أيضا بالتعاون مع قوات التحالف والجيش الوطني، هناك عمليات أمن كبيرة والناس كانت في بهجة، حتى قبل أيام كنا نحتفل بمهرجان البلد السياحي الذي أقيم في مدينة المكلا قبل ثلاثة أيام، وكانت الناس مستبشرة خيرا بالجهود التي تبذلها السلطات، هناك يقظة عالية من قبل الجنود، وأيضا حتى هناك إشادات كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وكثير من الكتاب أشاروا إلى اليقظة الجنود والجهود التي تبذلها القوات المسلحة في الجيش الوطني، وحتى هذه العملية تعتبر محسوبة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية الذي حاولت يعني الذي سعت جاهدا في إحباط هذه العملية قبل دخولها إلى المدينة. نعم، يعني بتقييمكم هل يوجد بعض القصور في الأداء الأمني في المدينة أو يعني الإجراءات التي اتخذت ما بعد التفجيرات التي شهدتها المدينة في منتصف شهر رمضان؟ بالتأكيد أي قوة جديدة أو مكونة حديثا تلاقي بعض الإخفاقات، لكن نحن نعول كثيرا على قوات الجيش والأمن في مدينة المكلا، هناك دعم شعبي كبير من قبل المواطنين هنا في المكلا لدعم قوات الجيش وأيضا دعم قوات التحالف، هناك مساندة شعبية كبيرة من قبل المواطنين، وهذا ما يرفع معنويات الجنود ومعنويات الجند، وأيضا لا ننسى جهود القيادات السلطة المحلية التي تساهم بين الحين والآخر وبشكل مستمر في رفع المعنويات وفي رفع الجاهزية الأمنية في المحافظة. نعم، أشكرك الصحفي عبد الرحمن بن عطية، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة المكلا. سينضم إلينا الآن محافظ محافظة حضرموت سيادة المحافظ أحمد بن بريك. مساء الخير. مساء الخير.
سيادة المحافظ، يعني ليست هذه العملية الأولى التي تضرب محافظة أو مدينة المكلا تحديدا، إلى أين وصلت الجهود الأمنية في مواجهة الجماعات الإرهابية في المدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع مدن الساحل بالذات، نعم، وأيضا الوادي جرى تغيير الخطط الأمنية لمواجهة عناصر الإرهاب، واتخذت تدابير عديدة، نعم، من أجل تكتيك اتبع لمكافحة الإرهاب، وبالتالي هذه الخطوات اللي تمت، نعم، أفرغت كثير من عناصر الإرهابية من داخل هذه المدن. نعم، الحادثتين الأخيرة هي تمت بعد أن تم تحصين مدن الساحل بالكامل بالتعاون مع قوى التحالف بالذات دولة الإمارات، حيث أنه وجدت نقاط قوية على مفترق الطرق وأيضا مداخل المدن الرئيسية. اليوم تكتيك جديد اتبعه تنظيم القاعدة في استخدام عوازل الأسماك، وكانت تجلب من السواحل خاصة شبوه، فوزعت على خطين، خط نقطة القبر وبروم، فإذا بالنقطتين أثناء التفتيش والاستفسار عن السواقين، نعم، وعدم وجود هويات لهم، شعروا بأنهم هم مع وجود أجهزة لكشف المتفجرات، شعروا بأنهم وقعوا في كمين، أخذوا بتفجير أنفسهم داخل هذه العازلات، نعم، أدت إلى الضحايا الأخيرة. نعم، لكن سيادة المحافظ، يعني العمليات الإرهابية الماضية في شهر رمضان وأيضا هذه العمليات، يعني فيما يتعلق بالعمليات السابقة، هل توصلتم إلى يعني أدلة تثبت من تورطوا في القيام بهذه العملية ومن ثم تعقبهم؟ يعني المخططين والمنفذين لهذه العملية. العناصر اللي تم اكتشافها في الحادثتين او ثلاث الحوادث اللي سبقت، نعم، هي كلها مصدرة من المحافظات الساحلية، من أبين، من لاحق، وعناصرهم معروفة بارتباطهم بقوى داعش والقاعدة، نعم، وبالتالي تحدد ايضا هويتهم. واليوم يؤكد هذه العملية بانه أيضا تفضلت من خارج المحافظة باتجاه احتفالات نجم البلدة، كان، نعم، اليوم بيكون استعراض كبير واحتفالات شعبية داخل الكورنيش، نعم، وعند سوبر ماركت الهايبر، واتجاه العربتين هي لقتل أعداد كبيرة بالمواطنين، إلا أن قوى الأمن والجيش وبالذات قوات النخبة اكتشفت الحالتين قبل حدوثهما. نعم، لكن سيادة المحافظ، يعني الكثير من المراقبين يرى أن هذه العمليات لا يقف وراءها تنظيم القاعدة، يعني تنظيم القاعدة تحديدا، بل أن هناك يعني تأتي في إطار سعي الانقلابيين لمنع الاستقرار في المناطق التي تقع خارج سيطرتها. هل قادت التحقيقات إلى وجود علاقة للأجهزة الأمنية التابعة للمخلوع في التنسيق بهذه العمليات؟ حقيقة أكيد الموضوع مترابط. ما كان خلال عام كامل يجري من تعاون مشترك وتحالف بين المثلث المذكور، هو لا زال تنسيقه موجود في تنفيذ العمليات المذكورة. نعم، يعني أقصد أنا ما قبل تحرير المكلا كان يستفاد من ميناء المكلا في تبييض الأموال، تهريب المخدرات، استفادة من الدخل، أيضا إلى تهريب كميات كبيرة من الأسلحة. نحن أثناء تطهير المكلا، تطهير أرياف المكلا والمدن الساحلية أخرى، اكتشفنا ترسانة كبيرة من الأسلحة تعبر عن يعني مخزون لهذه القوى الإرهابية لتستمر في العمل الإرهاب للشعب اليمني طيلة سنين.
نعم سيادة المحافظ، يعني العمليات الإرهابية التي تنفذ حاليا في المدينة، يعني نستطيع القول أنها خالصة أو تابعة بشكل خالص لتنظيم القاعدة، أم أنها يعني مجموعات تابعة للقوى الإنقلابية تديرها في من أجل زعزعة الأمن في هذه المدينة التي تم تحريرها من قبل التحالف؟ هذا الموضوع طبعا أنا ما أقدر أكده، لكن أكد حاجة واحدة. نعم. أن التحالف المصلحي في إطار استثمار استخدام الموانئ واستخدام المساحات الشاسعة واستخدام الأسلحة اللي كانت مكدسة داخل حضرموت تثبت تحالفهم خلال الفترة الماضية. بما يخص العمليات الإجرامية التي تنفذها القوة تحت اسم داعش أو القاعدة، إلى الآن يعني يثبت أن عناصرها ذات ارتباط بالقاعدة. نعم، ما هي العقبات التي تواجه جهود تحسين الأداء الأمني في المحافظة برأيك؟ نحن نبذل قصار جهدنا في إجراء تحصين المدن وتحصين المنشآت وتحصين أيضا أجواء وعدم تعكير أجواء المواطنين في الحركة. نعم. في الأسواق وأيضا في الاحتفالات وإلى آخره، بمواجهة هذه القوى من خلال خطط أمنية متغيرة ونقاط أمنية أيضا متحركة، وأيضا تكثيف العمل الاستخباري والمعلوماتي لجلب المعلومات وتدقيقها، وبالتالي نواجه هذه القوى قبل أن تنفذ عملياتها الإجرامية. نعم سيادة المحافظ، هل هناك عقبات تواجهكم في تحسين الأداء الأمني في المدينة؟ أنا بقول لك حاجة واحدة، حضرموت تمتاز أنه نسيجها الاجتماعي متكاتف جدا. نعم. وحضرموت تمتاز بأنه الأهالي والمواطنين والمجتمع والجبهة الداخلية متماسكة حول قيادتها. نعم. يعني التعاون الموجود الأمني كاد يكون مجتمعي. يعني ألو. نعم معك تفضل سيادة المحافظ. كاد يكون مجتمعي مع قوى الأمن وقوى الاستخبارات وأيضا الجيش. فيوميا نحن نستلم بلاغات عن تحركات هذه القوى وعناصرها. نعم. علما بأنهم يعني معروفون، خاصة من أبناء المنطقة، من أبناء المحافظة، العناصر المرتبطة بالقاعدة وداعش معروفون وجها وأيضا ارتباطا بأي أسر. نعم. إذا محافظ محافظة لدينا نعم تفضل. لدينا حاليا يعني ما يتجاوز حوالي 650 ممن تعاونوا مع القاعدة ومن القاعدة، ولدينا أكثر من 27 عنصر قيادي من عناصر القاعدة. نعم. اللي كانوا متواجدين في حضرموت. نعم، إذا وضحت الصورة سيادة المحافظ، محافظ محافظة حضرموت أحمد بن بريك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سينضم إلينا الآن الباحث في الشؤون الأمنية سيد وليد الأثوري. سيد وليد مساء الخير. أسعد الله مساك أنت وجميع الإخوة المشاهدين الكرام. أهلا بك. في البداية، حتى الآن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن العملية الذي تمت اليوم في مدينة المكلا، هل يمكن القول أنها عملية خالصة لتنظيم القاعدة؟ طبعا أول دعني أذكرك عزيزي بأن هذا السلوك الإجرامي الذي يحصل دائما في هذه المناطق تحديدا هو يدار بشكل مباشر من قبل الإنقلابيين، وصالح تحديدا هو الأكثر قدرة على إدارة الأزمات بهذه الطريقة واستخدام ملفات داعش والقاعدة على أي حال. لماذا نجد دائما هذه الأعمال الإرهابية تحدث في المناطق المحررة؟ سيزداد هؤلاء الأشخاص غضبا كل ما كانت هناك قدرة لدى الحكومة الشرعية في اتخاذ عدد من القرارات التي تهدف إلى سحب كل مصالح
المواطنين من تحت بساط الانقلابيين، وخاصة فيما يتعلق بالإيرادات وهي التي ستكون لهم والتي ستشكل غضب ساطع لدى الانقلابيين وتدفعهم لمزيد من الأعمال الإرهابية في المناطق المحررة. عندما تجد هذه، لماذا لا تحدث مثل هذه الجرائم إذا كانت تتبناها داعش والقاعدة وفقا للقواعد الأساسية في اللعبة بالنسبة لملفات القاعدة وداعش كما تتحدث ضد الروافض أو ما شابه ذلك؟ لماذا تحدث في حضرموت وعدن وأبيان وتعز والمناطق المحررة؟ دعني أذكرك بأن السلوك الإجرامي المتبع في هذه الجرائم هو سلوك واحد، الطريقة المتخذة هي طريقة واحدة، بما يعني أن إدارتها من قبل جهة واحدة خلال المرحلة الماضية بشكل عام. لكن من خلال متابعة هذه العملية الإرهابية والتي تم إحباطها خارج المدينة، هل يمكن القول أن الأمن في مدينة المكلا يعني يحقق تقدما جيدا، يعني ليس في المدينة فقط أم يعني في المحافظة بشكل عام؟ طبعا دعني أذكرك بكلام السيد المحافظ، لقد تحدث بشكل واضح، هناك سياق مجتمعي متكامل في محافظة حضرموت، وهذا ينبع عن واحدة من أدوات إدارة الشرطة الحديثة فيما يتعلق بالشراكة المجتمعية لتحقيق الأمن والاستقرار مع الشرطة. المجتمع في حضرموت يبذل قصارى جهده في تقديم المعلومات للشرطة، وهناك عمل نوعي على حسب توجهات الأخ المحافظة وكلام الأخ المحافظ فيما يتعلق في إدارة الملف الأمني. تعتمد نجاح العمل الأمني على المعلومة وإدارتها، وهذا ما تحدث به الأخ المحافظ وتوجه بشكل عام في عمل الأجهزة الأمنية. وبالتالي تجد في حضرموت تحديدا إحباط كثير من العمليات الإرهابية، بل وتحرك واسع للأجهزة الأمنية بناء على هذه الاستراتيجية التي تستخدم في حضرموت. وهذا الشكل جيد أن نجد سيادة المحافظ يتحدث في عمل أمني احترافي بشكل واضح، ما أدى إلى تحقيق هذه النتائج في إحباط كثير من العمليات الإرهابية. نعم، لكن سيد وليد، يعني برأيك ما هي يعني الاحتياجات التي تحتاجها الأجهزة الأمنية في مدينة حضرموت لتكون قادرة على مواجهة هذه العناصر الإرهابية؟ طبعا تحقيق الأمن والاستقرار يحتاج إلى حزمة إجراءات واسعة ومتعددة يجب أن تقوم بها أجهزة الشرطة على مستوى واسع. تجد يعني البنية الأساسية للجهاز الأمني ما زالت معدومة أو شبه غير موجودة، ما زالت مدخلات الشرطة خلال الفترة الماضية كانت بطريقة معينة، لم تكون هناك تدريب نوعي لأجهزة الأمن حتى تقدم خدماتها بشكل أفضل. ما زال الناس يستخدمون الأدوات أو الطرق التقليدية القديمة في إدارة الملف الأمني، نحتاج إلى تدريب نوعي، نحتاج إلى دعم فيما يتعلق بالأدلة الجنائية، وبالتالي أيضا إلى تفعيل المحاكم والقضاء، وهذا ما سيساعد على الحد من الجريمة بشكل واسع عندما تكون هناك محاكم ويتم محاكمة مثل هؤلاء المجرمين واتخاذ الإجراءات بشكل واسع. سيكون هناك رادع حقيقي بالإضافة كإسناد حقيقي لأداء الأجهزة الأمنية. أما أن نظل أن نتخذ كثير من الإجراءات دون المحاكمة والقضاء على هذه الجرائم، سنظل في دائرة نحتاج إلى إغلاقها بشكل نحتاج إلى استكمال بشكل يحد من الجريمة بشكل واضح خلال المرحلة القادمة. نعم، الباحث في الشؤون الأمنية السيد وليد الأثوري كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي عبر الهاتف الصحفي عبد الرحمن بن عطية من مدينة المكلا، وأيضا أشكر محافظ المحافظة السيد أحمد بن بريك، وأيضا الشكر للباحث في الشؤون الأمنية السيد وليد الأثوري. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة الزميل كمال حيدرة، حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.